النهاردة يا جماعة عملنا بسكوت شاي، 2 كوباية ونص عملنا لنا بسكوت شاي، كمية كبيرة جدا. يلا بينا نتفرج على الفيديو ونشوف عملنا الكمية دي ازاي ب2 كوباية ونص بس. اتمنى يا رب ان الفيديو النهاردة يعجبكم. يلا بينا نتفرج على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى جاي لكم فيديو جديد، اتمنى يا رب انه يعجبكم. هو يعني مش جديد قوي، حاجات احنا عملناها معاكم قبل كده كتير، بس اتمنى يا رب ان الفيديو النهاردة يعجبكم. طريقتي في البسكوت جميلة جدا جدا، ودي مشروع يا بنات، انا مش عاملاه ليا في بيتي، انا عاملاه ان انا ابيعه. مشروع جميل جدا، يكسبك مكاسب هايلة جدا. يلا بينا نسمي الله وهنشوف. تكلفة بسيطة ومقادير بسيطة وكمان هيكسبك فلوس. اول حاجة يا بنات، زي ما انتوا شفتوا كده، عملت 3 بيضات وحطيت عليهم 1 كوباية زيت، وهنضيف لهم كمان 1 كوباية سكر وهنخلطهم في الخلاط. جبت بقى شفشق الخلاط وحطيت البيض والزيت، وكمان هضيف 1 كوباية سكر وهضربهم في الخلاط. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنضيفه بقى في البولة فاضية، وهنضيف له ايه كمان؟ بيكنج باودر وكمان نشا. هو يا بنات مقاديره زي المقادير البسكوت الشوكولاته اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده، بس انا عاملاه بقى كميه كبيره، وقلت ايه نعمل مشروع مع بعض كده. المشروع ده جميل جدا جدا ويكسبك مكاسب رهيبه، وحاجات بسيطه جدا، وكمان طعمه بيبقى الطعم خرافه. بعد كده بقى فضينا في بوله فاضيه، حطينا كمان ريحه الموز. دي البسكوت بيتحط له ريحه الموز او ريحه البرتقال، بس ريحة الموز بتبقى اجمل كمان من ريحة البرتقال. وبعد كده بقى هنعاير بالكوباية زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده، انا نخلت 3 كوبايات. وبعد كده هنحط كوباية بكوباية، هنشوف العجينة هتاخد معانا دي ولا لا. بعد كده بقى جبت كمان بيكنج باودر، هنضيف الكيس كله، وكمان هنحط 3 معالق نشا. طريقة البسكوت سهلة جدا يا بنات، وكمان ما باخدش سوا في الفرن. ممكن تعمليه في اي وقت، انا في الوقت دي كنت بعمله يا بنات العصر. يعني ما خدش مني اي حاجة ولا بياخد، ما باخدش وقت، يعني ده اكتر حاجة 10 دقايق او ربع ساعة. بتلاقي ما شاء الله، وكمان ما باخدش سوا، يدوب بس يصفر من فوق ومن تحت، وتقوم ايه مطلعه على نار هاديه عشان ما يتلهفش منك في الفرن. بعد كده بقى حطينا كوبايه بكوبايه، اهو نشوف البسكوت هيحتاج دقيقه قد ايه. هو خد مني 3 كوبايات الا حاجه بسيطه، يعني 3 كوبايات. الكوبايه الاهليه الثالثه كانت سيبنا منها شويه. بعد كده هو زي ما انتم شايفين حضراتكم بعاير كده بالكوبايه اللي هي كوبايه الشاي. بجد يا بنات دي الفكره دي جت في دماغي كده، قلت يعني اعمله ايه، اعمله مشروع مع المشروع بتاعي اللي انا فاتحاه، حاجات اللي هي بتاعت الصابون والحاجات اللي هي دي والحاجه دي، يعني قلت اعمل حاجه برضو في المشروع، يعني ازود اكبر المشروع بتاعي. فكرت دي لقيته جميل جدا، وبصراحه لقيته مكسبه حلو. يعني 3 كوبايات دقيق عملوا لي كمية بسكوت رهيبة، وهتشوفها معايا في الاخر. اتمنى بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لي لايك يا بنات، عشان نفضل مستمرين معاكم. اهو بالشكل دي كده، ما خدش كمان معانا في العجين، يا دوبك لفت الدقيق القمح، وكمان ما شاء الله العجينة ناعمة وسايحة، عاملة شكل الملبن. تعرفني العجينه مظبوطه وناجحه من تلاقي العجينه بتلمع في ايدي. بعد كده هنقطعها تقطيع عادي جدا، لو ما عندكش اللي هي قطعه اللي هي بتاعه الكحك والبسكوت، حاجه بسيطه جدا، الاشاقه وغطا الازاز. بعد كده بقى هنجيب صواني عشان نقطع، عشان نسوي فيها البسكوت. معانا بقى شويه زيت والفرشه، هتدهني بس الصينيه الاول عشان الزيت ما يلزقش لك في الصينيه، اما حاجه لا تدهني سمنه او زيت، حاجه من الاثنين. او بالشكل ده كده هنبدا بقى نقطع بالشوكه او بالغطا. بصراحه مش متوفر عندي اللي هي القطاعات اللي هي بتاعه البسكوت والكحك، بس انا مش هقف على حاجه، اي ان شاء الله اي حاجه بتنفع. بصراحه الشوكه ما شاء الله برضو بترسم لك
بتشكل لك البسكوت جميل، والغطا بتاع الازازه برضو، كل دي يعني دي شكل ودي شكل. عايزه بقى تعملي البسكوت مدور، عايزه تعملي طويل، حسب رغبتك انت. اهي شوف بقى الشوكه ما شاء الله بتعمل لك شكلين، شكل ان هو عامل شكل النقط، والشكل التاني عامل شكل ما اكون عامله رسمه كحك كحكايه. حاجه كده بسيطه ما شاء الله. اتمنى يا رب ان الفيديو النهارده يعجبكم. بصراحه يا بنات انا اللي فكرت في المشروع ده لقيته جميل جدا، وقلت لازم انا اصوره لكم، عشان هي اصلا حاجه بسيطه ومش مكلفه، وكمان هيطلع لك منها فلوس. ودي بقى رسمه الغطا اهو، ما كلفناش فيه، وحاجات اقتصاديه في البيت ماهيش مكلفه خالص، وهتعملي احلى بسكوت اهو بالشكل ده يا بنات. دي بقى المطوله اهي، هنعملها بقى النقط كده بالشكل ده. دي بقى رسمه الشوكه بالنقط اهي يا بنات، ما شاء الله الرسمتين احسن من بعض. دي بالشوكه لها رسمتين بالشكل. هنعمل بقى الكميه كلها بنفس الطريقه، برضه هعمل معاكم واحده تانية اهي، اللي هي اللي عامله شكل الكحكايه. بالشكل ده ما شاء الله عجين البسكوت جميل جدا، وكمان طريه. ولسه عملنا يا بنات صينيه، ولسه معانا طبعا كميه كبيره جدا. عملوا لي يومها 4 صواني، 4 صواني من الصواني البسكوت. الصينيه فيها اكتر من 30 واحده. وكمان في اليوم دي يا بنات كنت بعمل صينيه فراخ، طلعتها بقى من الفرن وحطيت مطرحها البسكوت او بالشكل ده كده. يعني كنت عملت صينيه الفراخ ده قبل كده معاكم كتير، عشان كده ما صورتهاش لكم. الطريقه بتاعتها جميله جدا جدا، لو حابين تعرفوا انا بعملها ازاي عندكم في صندوق الوصف. وبعد كده بالبسكوت يا بنات، اهم حاجه تصغري في البسكوت، عشان البسكوت حاطينه بيكنج باودر بينفش البسكوت. لو انت عاملاها صغيره خالص كده اهو، بتلاقيها نفشت معاكي في الفرن وتلاقيها ما شاء الله كبيره. اهم حاجه تصغري اللي تصغر البسكوته معاكي اهو بالشكل ده كده. دي بقى تاني صينيه معانا اهي، حطينا واحده في الفرن لسه في قلب الفرن، وبقى بعمل الصينيه التانيه. زي ما قلت لكم عملت 4 صواني بثلاث كوبايات، اللي حاجه بسيطه. شفت بقى ما شاء الله، شويه كوبايتين ونص دقيق، وكوبايه زيت، وكوبايه زيت، وكوبايه سكر. شوف عملوا لنا كميه بسكوت قد ايه. بصوا بقى يا بنات ما شاء الله جميل جدا، وريحته بقى ما اقولكوش على ريحته، ريحته كانت تحفه. اهم حاجه تاخدي بالك من البسكوت وهو في الفرن، كل شويه تقعدي تبص عليه علشان ما بياخدش نار، ما بياخدش يعني، بيطلع بسرعه ما شاء الله. وهدي بقى بعد ما طلع من الفرن اهو ما شاء الله جميل جدا. كنت بشيله لكم وهو سخن، كنت بشيله من الصينيه وهو سخن جدا، بس طبعا في اليوم ده كنت مستعجله، كنت كان لسه معانا يجي 3 صواني. بالطريقه دي بتطلع الصينيه واحط مطرحها او بالشكل ده يا بنات، ما شاء الله جميل جدا. وكمان هاشش يعني مش طري، ليه؟ من النشا، النشا بتخلي البسكوت هشه من جوه، وكمان تلاقي البسكوت دايبه دايبه كده ما شاء الله جميله جدا. ودي بقى تاني صينيه يا بنات، اللي هي المطوله اهي ما شاء الله، يعني ما باخدش سوا في الفرن، يا دوبك بصفر من فوق ومن تحت وبطلع. دي بقى كميه البسكوت كلها ما شاء الله، عملوا لنا كميه كبيره جدا جدا. ودي كمان بقى اخر صينيه. ايه رايكم بقى؟ اتمنى يا رب ان الفيديو النهارده يكون عجبكم. ودي ايه مشروع برضو، لو اي حد عايز يعمل مشروع، المشروع دي جميل جدا يا بنات. يعني انت ما تعملي 15 واحده، 15 بسكوته، وتبيعي ال15 بال5 جنيه، هتكسبي مبلغ حلو في البسكوت، وما تكلفتيش عليه تكلفة كبيرة ولا اي حاجة. واسيبكم بقى.